السلام عليكم دي زير بوي بيجي رياكشن مش عليكم ليت برياكشن جديده كالعاده والعوايد جديد موجود وبيجي رياكشن موجود تيتر طلبتوه انتوما وتيتر مش نكتشفوا فيه رابر جديد اول مره رياكتيو عليه مش الرابر جديد احنا اول مره باش نخدموا له رياكشن ستورمي رابر مروكي تيتر هبط عنده 5 سوايع من اللي هبط له ليت اسمه فوضى ليتس جو نشوفوا شنو الفوضى مع بعضنا ونفهموا العابها ليا صاحبي وتعرفوني مع الفوضى راني صاحبي اسمع هاي مرحبا باخواتنا المراركه ومرحبا باخواتنا الجزيريه والليبيه والعرب الكل صاحبي الشير راهي للجميع دونك جايين رانا باش نتفرهدوا باش نعملوا جو وفرد الوقت نشوفوا اللغه اللي ستوربي يحب يوصلها لنا يلا بينا الاولاد نشوفوا فوضى يلا اكتشاف الوليد ده اكتشاف الوليد دونك سيسوني مازلت ما عندي عليه حتى فكره كيفاش يرابي ولا على شنو يرابي ولا كذا خديت ريسك وخديته على خاطركم انتوما دونك صاحبي تتصور لي بيس تتصور لندن الحبايب في لندن في بريطانيا هذه اول حاجه نكتشف البيت البيت الوليد البيت الوليد البيت البيت دروب بيت هارد على الاخر صاحبي والله اسمع قتل بيلد اب ياسر واضحه صاحبي برو شبيك شبيك برو خلت نفسه معاك خلنا نعملو كامية بالسيجارو عليك يا صاحبي شبيك الوليد هو ما يفتلكش الحبايب وعليها كي تلقى اكتشافك اول مره ترياكتي على رابور اول مره تسمع في حياتك وتمشي العمليه في الصحيه فيك تاني نجمع بريال وفرانكو بيني تفراني العرس كل فيا وات شكل امي وربي وانا زيد السما غامر ما تفتش السما ما نسيف من السما وما ندو ماني شايف ماني سامع صاحبي ما تسالنيش ما نعرفش ما ريتش ما سمعتش وما حكيت مع حد ما في بليش دونك ما تسنيش صاحبي هذيك انا يعني بالاخر صاحبي هذا شو وصلنا نسيت السما غامر واغزر قلبة الفلوس تقول لي يا لقوات شكل امي وربي وانا نسيت السما غامر ما دلتش السما ما نسيف من السما وما ندويش وقد ربي ان شاء الله ديما المنع غير ما تنسوا قاعدين كاري لقي وكيف تبقي نفسي محبوبي غدا حنا وين سلا كابي يوم فريزا فيني يوم بين الخلا شك سيزوش جاي بابريكا في ودني مش ندخلها خل ندخلها صاحبي يعرف اش يعمل الحبايب مش يفدلك الوليد هارد 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 الفلو طالع اللي هايبي على الاخر مع البيت مع الحبايب كيفاش تحكم في صوته ولي في فوكو واللغه قاعد نحاول وفرد الوقت ماهيش مش اللي سايبه سايبه جوست اللي لازمك تحاول باش تفهم كتونسي يعني فهمت كيفاش اما ماشي العمليه الاولاد الفايب فاهمين ساره حسيتو خذي بريك لاني خذيه يرتح خمم فينا الوليد خمم فينا اللي نسمعوا صاحبي لازمكم تتنفسوا بعد فلو يبدا هارد هكاك لازمك تتنفس قبل بدل بيت بوس بوس كان في البيت دي نقص في الراق ونسيت في الغرق شو قد غرست لي في الحمون سما ضرب لي في العرق صاحبي دي اللي نشيك شرط عبدو دون كحلة في شو الحر راكي تكلف مولي في الارض ما تسوق شف جي ندوس بوك فوق راسك ولا مدريفتي
توصلك فوق راسك وانا بدريفتي برو. شبيك سوفاج شبيك سوفاج يا ستوربي، ما عندك الحق خاطر فما عباد يستحقوا هكاك اختصاصي البشري كيف قاعد يمشي عندي كيف كيف احتلينا الباطيمة وعملنا سيلفي فكيناها البلاصة صاحبي برو. الحبايب هارد اللي دخلت فدليك تبديل تبيت يدي، حسيته ترك وقتها بدي هذيك جوست تسخينات ولا ما فهمت شيء، ما عجبتني العملية صاحبي برجولي طايرك دبني في رجلي بغيل عراسي شفلي بعين عقلي ملقمني شدني من نهار وليد عرفني ساوي شفني حكمته وشاف اشكين عرف الالبوم شحال زي كيسولي متاع الالبوم الشي انتي تعودي تفمي سد علي بالبرا والخيط خويا ودرتك دمي خسارة طلعتي دم الحيط حسبتك خويا ودرتك دمي خسارة طلعت دم الحايد طلعت عدو طلعت خايب فهمت كيفاش طلعت كيما اللي نكرهوهم في بيننا مع بعضنا انتي طلعت هكاك حسبتك خويا حسبتك دمي برو ما اختت فاد ليك رد بيالكم الصحبة راي مش موجودة برشا اختت فاد ليك والله This shit hard, Luli, that's not my thing, okay. What am I? What's happened? يا اخي ثلاثة ترويت في تيتر برو بالرسم يعني تحب تهبط فوضى هبط فوضى حرفيا يعني هذي ثلاثة تراكيات هذو بصاحبي هذي ما صارتش قبل هذي ما فهمت شيء الولاد ثلاثة سويتشات بيتات ثلاثة تبديل كل شيء حتى بالكليب تبدل ثلاثة كليبات في كل شيء يعني فهمت كيفاش كل شيء عملت منه ثلاثة برو يا اي فوضى بالرسمي ماكش تفدلك صاحبي بلك تيشيف اختت فدلك تعرف لي الامام طلطط سموا ابدا للابد تبوش تمام تعرف لي تحرك ترى تحرك تيبوش تيبوخ صاحبي تتحرك تموت من الاخر علاش انا كي قلت لك وانت تعمل هكاك وبعديك تقولش بيه هو خايف علاش علاش ريش معدي لك برو ريش معدي لك صاحبي ديش صارت او وش صارت او وش صارت او اسمع الحبايب ما يفدلكش الولاد الحبايب ما يفدلكش ما يعرفش معناها تفدليك يعرفش معناها خدمة يعرفش معناها بالرسمي الموسيقى يدخل لك في وثنيك بالصيف عليك الولاد اخت اللغة اخت كل شيء والله فلويت والله بيتيت يخدم بيهم الحبايب باش هاي بيك يشنعك نار صاحبي نار والله وزر شعبان لك تو وزر شعبان لك تفرج في السبودي تتفرج في اللغة تكنيس الحبايب ويعرف ايش قاعد يعرف بانجا ما كافيني البوم تيب جين دابا خسو ضربو ديالك بالي غير حرقو لو كيشوفوني كيجي فارقو كحضر دايا دايا كي هربو سيدي سيما عالم تيبوش تيما عالم سيدي سيما عالم تيبوش تيما نسيتو سيجارو عندي برشا ما نسيتش سيجارو لاني خاطر لي هكا والله لا 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 ما خلينو لا فوضى اسمع لا فوضى لا ولا فوضى اقسم بالله على الاقل تجيش ترياكتي على تراك وترقى الاسم بتاع التراك بالرسمي يحكي على الحاجه اللي باش تتفرج فيها واللي باش ترياكتي عليها الولاد ستورمي فوضى هكا كونوا كملنا رياكسيون تيترا عنده خمسه سوايع من اللي هبط يرحم والديكم بالنسبه للعباد اللي بعثت لي ميساجات وقالت لي رياكتي عليه وهذا ما يمنعش زاده فرد الوقت ما نكذبش عليكم الولاد راني شفتوا التيتر قبل فهمتني ولا في اليوتيوب قاعد ندور شفتوا عملت طله دخلت شفت كذا ناسيوناليتي نتاعو مروكي كذا معاك الميساجات دخلت لك الانستغرام وفهمت العمليه
لازم يتخدم، لازم نكتشفه، لازم ناخذو كالريسك وبلا ريسك خذي لي صاحبي والله اكتشاف. السيد هذا رابوريت هذوما بالنوعية الأولاد بالرياكسيونات اللي راي باش تداوم، فهمت كيفاش؟ ما عادش نفلتولو حتى رياكسيون، إن شاء الله كان ما نتبلوكيوش بيان سور، فهمتني ولا لا؟ هذا ما يبراش لحبيب فوضى مش تفدليك، لأول مرة نشوف حرفيا ثلاثة تراكيت في تراك صاحبي من جميع أنواع. وكي نقول لك ثلاثة تراكيت، ثلاثة تراكيت، ثلاثة مواضيع، ثلاثة كليبات مختلفة، ثلاثة فلويت مختلفة، وثلاثة بيتات مختلفة، وثلاثة تكنيك مختلف. برو فاش تحكي برو؟ السيد ماهوش يفدلك، قال لك راني عامل لك هبط لك تراك اسمه فوضى، راني باش ندخل فيك الفوضى في عينيك صاحبي، باش تفهم شيء لا بوذنيك لا بعينيك برو. لحبايب ما يفدلكش، وفرض الوقت كل شيء ماشي في البريغر كلي بالضبط، الفلويت والبيتات لحبايب واش يفدلك؟ اخذت فدليك كلي يخدم كلي شدعك كلي وحلك كلي لازمك توحل، ما وحلش مع الاول توحل مع الثاني، ما وحلش مع الثاني توحل مع الثالث. المفيد كي جاي باش تتفرج وجاي باش تسمع راك باش توحل، راك باش تمشي لبلاصه اخرى صاحبي، راك باش تقول لحبايب هذا منين جانا، فهمت كيفاش؟ والله الاولاد اخذت فدليك. سينو هكا نكونوا كملنا رياكسيون ستورمي فوضى وبرجوليه. انا واحد من الناس رياكسيون كي تعدى هكا مع تيتر كيما هكا نبدا متهني ومتاكد ان رياكسيون تاعي زاد خرجت فوضى، وهذاك هو المطلوب. وان شاء الله اهم حاجه تكونوا عملتوا جو، ان شاء الله تكونوا تفرهدتوا الاولاد، ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون. نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوا شاركوا بكومنتاتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب نتاعكم، خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي مات رياكشن 22 مينسكول، او اللي في الديسكريبسيون اقرا خفيفه تلقاو روحكم غادي الاولاد بلا فيش تستناو صاحبي. عندكم تيك توك، عندكم بخشيش، عندكم اللي تحبوا عليه الكل موجود في الديسكريبسيون. بيجي رياكشن بقدره ربي ديما موجود، ومع اخونا ستوربي ابارتي ترفوضة ماليش مفلت له الاولاد. ان شاء الله يطلع الريت ما كلي كاسح وكلي هبط ورا بعضه باش نخدموا له بالكدا ونفهموا العمليه بالكدا. هذا ما يمنعش الولاد كان ما فماش جديد فما قديم. بالنسبه للعباد الجدد اللي تفرج فينا عندنا سيريات راهم يتخدموا، كي يبدا ما فماش جديد كل شيء موجود، وبيج رياكشن بقدره ربي ديما موجود، وسبعة على سبعة صاحبي ومش سهله صاحبي، اما لازم نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. وقبل ما نختم الرياكسيون تاعنا، واهم حاجه تحيا فلسطين دائما وابدا. القضية الفلسطينية ما لازمناش ننساوها وندافعوا عليها باللي نقدروا، ندعيوا لاخواتنا في فلسطين ونبارتاجيو اي حاجة تحكي على فلسطين باللي نقدروا. الحرب الالكترونية راهي مهمة وراهي هي كيف ما نقولوا اللي قاعدة توصل للعالم في الفضايح نتاع الابادة الجماعية اللي يعملوا فيها الكيان الصهيوني. تحيا فلسطين دائما وابدا، وان النصر قريب ان شاء الله. نتقابلوا في اقرب وقت ممكن. peace and fucking love.